بمشاركة من سلطنة عمان، عقدت أعمال اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب في دورته 25 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. ناقش الاجتماع سبل دعم قطاع السياحة في الدول العربية في ظل أزمات متواترة تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي. تكثيف وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية في مجال استقطاب السائحين من كافة الدول العربية، هذا جانب. الجانب الآخر، هناك استراتيجية طموحة في الواقع تعنى بالقطاع السياحي، تشمل كافة المجالات التي تخدم القطاع السياحي: التدريب، التنمية السياحية، الترويج، التسويق، الموارد البشرية وما إلى ذلك. وبحسب إحصاءات، فإن قطاع السياحة يسهم بين 11 إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي لعدد من الدول العربية، الأمر الذي يجعله قطاعا حيويا وتنمويا. تمثل المحاور المطروحة على جدول الأعمال قضايا في غاية الأهمية لتطوير واقع السياحة العربي، ومن ذلك دعم القطاع السياحي الفلسطيني وتدريب الكوادر السياحية العربية، خصوصا في مجال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات الصحية وتعزيز مفاهيم السياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما بحث الوزراء العرب برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية ودليل السياحة الميسرة والابتكار السياحي والسياحة الذكية. التوصية بتبني وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة الموحدة التي صاغتها مصر بالتعاون مع فريق عمل متميز من الدول العربية، والتي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المنطقة. وقد ناقش الاجتماع مبادئ عامة استرشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية. من المتوقع أن يدخل قطاع السياحة العربية مرحلة النمو الإيجابي عام 2023، الأمر الذي يتطلب استعداداً على المستويات اللوجستية والبشرية لاستعادة الانتعاش السياحي مرة أخرى. من جامعة الدول العربية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.